أكثر من 35 ألف متبرع في 3 أيام عبر القنوات الإلكترونية سجلتهم مبادرة المليار وجبة، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم بقيمة 18 مليون درهم. وتساهم مبادرة المليار وجبة بالتعاون في تحقيق تضافر جهود العدد الأكبر من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة القضية الإنسانية.